فاس عاصمة تاريخية، وهذه عاصمة تاريخية أخرى. من أسسها؟ أنا لا أذكر اسمه. أسسها يوسف بن تاشفين. فعلا يوسف بن تاشفين أسس مراكش، عندها اسم آخر أليس كذلك؟ بلى، اسمها مراكش الحمراء أو عاصمة الجنوب. ولماذا هذا الاسم؟ الحمراء لأن لونها أحمر. آه طبعا، هل الصحراء قريبة من هنا؟ نعم، الصحراء ليست بعيدة. في الواقع مراكش واحة ضخمة شمال الصحراء. أنت مرشد ممتاز يا أمين، أنت تعرف كل شيء. لا والله، كل هذا في الدليل. انظر تلك الصومعة الكتبية، سألتقط صورة. هل أنت في حاجة إلى مساعدة؟ لا، لست في حاجة إلى مساعدة، شكرا. ماذا يجري هناك؟ لا أدري، ربما هي ساحة جامع الفناء. هي ساحة جامع الفناء فعلا. أنت على حق، هذه ساحة مزدحمة. هنا طعام وشراب ولباس وبائعون ومرشدون، هنا كل شيء. أنا عطشان، هل تريد أن تتناول عصير برتقال؟ لما لا، هذه فكرة رائعة، أنا عطشان أيضا. هيا نشاهد تلك الحلقة. كان في سالف الزمان. المسجلة يا أمين، المسجلة بسرعة. هل تريد أن أسجل القصة؟ نعم، سأصور الحلقة، وأنت عليك أن تسجل القصة في شريط لأرسله إلى البيت. إلى عمان؟ طبعا. ما رأيك في هذين الخفين يا جدي؟ هما جميلان جدا، من أين لك هذا؟ من المغرب، في المغرب الخف هو البلغة. هل عندك صديق هناك؟ لا، ليس عندي صديق في المغرب. انظر انظر، هذا ناي من تونس، وهذا نصل من فاس، وهذه بطاقة بريدية من مراكش. وأين توجد فاس ومراكش؟ فاس توجد في شمال المغرب هنا، ومراكش هنا في الجنوب. وأين أبوك وصديقه؟ هما معا في الطريق إلى الأندلس. فاس عاصمة تاريخية، وهذه عاصمة تاريخية أخرى. فاس عاصمة تاريخية، وهذه عاصمة تاريخية أخرى. من أسسها؟ أنا لا أذكر اسمه. من أسسها؟ أنا لا أذكر اسمه. عندها اسم آخر أليس كذلك؟ عندها اسم آخر أليس كذلك؟ هل الصحراء قريبة من هنا؟ هل الصحراء قريبة من هنا؟ الصحراء ليست بعيدة. الصحراء ليست بعيدة. أنت مرشد ممتاز يا أمين، أنت تعرف كل شيء. أنت مرشد ممتاز يا أمين، أنت تعرف كل شيء. هل أنت في حاجة إلى مساعدة؟ هل أنت في حاجة إلى مساعدة؟ لا، لست في حاجة إلى مساعدة. لا، لست في حاجة إلى مساعدة. ماذا يجري هناك؟ ماذا يجري هناك؟ هيا نشاهد تلك الحلقة. هيا نشاهد تلك الحلقة. عليك أن تسجل القصة في شريط لأرسله إلى البيت.
عليك أن تسجل القصة في شريط لأرسله إلى البيت. ما رأيك في هذين الخفين يا جدي؟ ما رأيك في هذين الخفين يا جدي؟ في المغرب الخف هو البلغة. في المغرب الخف هو البلغة. فاس توجد في شمال المغرب. فاس توجد في شمال المغرب. هما معا في الطريق إلى الأندلس. هما معا في الطريق إلى الأندلس.